مرحبا، أنا الدكتورة أحلام صبيحات، وبهذا الدرس راح أشرح لكم ليكسيون تريسي، الدرس 13. كي تي باسا، كي قلنا معناها ماذا، باسا يحدث، التي ضمير مفعول به بمعنى أنت، ماذا يحدث لك، what's going on، what's up. وممكن أشيل التي، يعني ممكن أقول كي باسا ماذا يحدث إذا كنت عم بسأل عن الأحداث بشكل عام، مش عن شو عم بصير معك، يعني ما عم بقول لك شو مالك. إذا كنت باسا ممكن يكون معناها شو مالك. Objetivos: preguntar a alguien cómo se siente. أسأل شخص ما، أخذنا algo شيء ما و alguien شخص ما. أسأل شخص ما cómo se siente، كيف يشعر. فعل sentirse هو من الأفعال المنعكسة وتصريفها كالتالي: decir cómo se siente uno mismo، أن يقول كيف يشعر الواحد، يعني أنت كيف تعبر عن حالك وتقول كيف عم تشعر. expresar dolor، التعبير عن الألم. ofrecer cosas y aceptarlas o rechazarlas، عرض أشياء قبولها ورفضها. أثبتار يقبل، واللاس هي ضمير مفعول به بيجي وراء الفعل الانفينيتيف مباشرة. أثر سوخيرينثياس، يقدم اقتراحات. طبعا مثل ما قلت سابقا ممكن أحط أثر وراها نشاط أو حدث، وبيعطيني زي إسبريسيون. أثر سوخيرينثيا يعني يقدم اقتراح. إي أثبتارلاس أو ريتشاثارلاس، يقبلها أو يرفضها. خلينا ننزل على نمرو اونو. completa las frases con las palabras del recuadro. puedes usar el diccionario. اكمل الجمل بالكلمات في المربع، يمكن ان تستخدم القاموس. طبعا راح تشاهدوا هلا الفيديو يلي انا صورت فيه بشكل منفصل كيفية التعبير عن الحال باللغة الاسبانية. بعد هيك راح ترجعوا وتكملوا هذا التمرين، هعطيكم دقيقتين كمان مشان تحلوا التمرين لوحدكم، تستعملوا اما فعل ستار او فعل تنير بعد ما اعطيكم معاني الكلمات الموجودة في الريكوادرو. كانسادو او كانسادا، تعبان تعبانة، وهي صفة. انفيرمو انفيرما، مريض مريضة، صفة. كالور، حرارة، اسم. تريستي، حزين او حزينة، صفة. سيذ، عطش، وهي اسم. سوينيو، نعس، وهي اسم. هلا ايضا من معاني سوينيو في سياقات اخرى معناها حلم. بريكوبادو، بريكوبادا، معنى قلق، قلقة، صفة. كونتينتو، كونتينتا، سعيد، سعيدة، صفة. امري، جوع، اسم. فريو، برد، اسم. نيربيوسو او نيربيوسا، متوتر، متوترة، صفة. ميدو، خوف، هو اسم. طبعا كل الاسماء الموجودة عندي مذكرة ما عدا سيث وامري، الكلمات هدول مؤنثات. راح اعطيكم هلا دقيقتين توقفوا الفيديو وتحاولوا تكملوا الصور اللي تحت. اعطيكم الحل. لحظة، اول شيء وانت عم بتحله انه لازم اراعي مين بالصورة، هو رجل او امرأة، مشان لما استعمل فعل ستار اعرف استعمل الصفة صح ورا. الصورة الأولى ستا كونتينتا، هي سعيدة. الصورة الثانية مبين عليه إنه هو تعبان، ستا كانسا دو، مستعملها مع الأو لأنه ولد. تيني، خلاص استعمال فعل تنر معناه إنه لازم استعمل اسم وراها، فبصير عندي إسبريسيون، تعبير. تيني أمبري، هي جوعانة. ستا إنفيرما، هي مريضة. تيني كالور، هو شوبان. تيني سيد، هي عطشانة. لاحظوا دايما عندي لما بكون في عندي اسم مش صفة ما بتغير الاسم. استا نيربيوسو، تنتهي بالأو لأنه ولد. استا بريكوبادو. استا تريستي، هو حزين. تيني سوينيو، هو نعسان. استا بريكوبادا بالآ، لازم تنتهي بالآ لأنها صفة والصورة عندي لبنت. تيني فريو، هو بردان. تيني ميدو، هو خائف.
بالفيديو اللي أنا شرحت فيه بشكل منفصل الحالات باللغة الإسبانية قلت لكم كيف ممكن نزيدوا الكمية، يعني لما بقول estoy muy enferma أنا مريضة جدا، tengo mucha hambre أنا جوعانة جدا. لكن في طريقة كمان تانية بيستعملوها الإسبان اللي هي الطريقة التالية، لازم عند estoy cansado أو estoy cansada أو estamos cansados حسب ما بتكون الجملة، كل اللي بعمله بحط كي او بشقلبهم كي كانسادو ستوي وبسكر علامة التعجب كي كانسادو ستوي. طبعا نبرة الصوت لازم بدل على انه في هيك تضخيم للحالة. لو بقول ستوي كانسادو انا تعبان، كي كانسادو ستوي قديش انا تعبان. نفس الشيء عم بعملها مع تنر كي أمبري تينغو تينغو أمبري أنا جوعان كي أمبري تينغو قديش أنا جوعان. خلينا نشوف صفحة 115 نمرو 4 رقم 4 observa estos dibujos لاحظ هذه الرسومات. فهي قاعدة عم بتقول له كي كالور تينغو قديش أنا شوبانة، فمشان هذيك تتفق معها بالرأي بتقولها يو تامبين أنا أيضا. الصورة الثانية كي كانسادو ستوي قديش أنا تعبان، فبقول له سي حقا يعني صحيح بويس يو نو أنا لا. إذن بهذه الصورة أو بهذه الصور بنشوف كيف نتفق بالرأي وكيف نختلف بالرأي. ولاحظوا أني أنا بستعمل ضمير يو معها، مو مثل لما أخذنا مع فعل جوستار. جوستار لما كنا نتفق بالرأي نقول أمي تامبين أمي نو، لا هون بنستعمل يو، ما بستعمل أمي، يو تامبين يو نو. ولأنه نحن أصلا ما بنستعمل ضمير المفعول به. ننتقل لصفحة 116 في خطين لجراماتيكا para expresar cómo se siente uno mismo للتعبير كيف يشعر شخص ما. positivo negativo لما بقول qué calor tengo قديش أنا شوبان، أو ممكن أقول estoy muy cansada أنا تعبانة جدا، وعكس موي بقول un poco estoy un poco cansada أنا شوي تعبانة. فالشخص إذا بدي يتفق معي برأي بقول yo también، أو ممكن يقول yo no أو sí pues yo no. طبعا اللي بين قوسين هي اختيارية، يعني ممكن تحطوها ممكن ما تحطوها. إذا كان التعبير عن الحالة أو الشعور بحالة النفي بقول no tengo nada de sueño. أنا شرحت قبل هيك مع نونكا إنه في حالة النفي بقول no tengo tengo no tengo. لكن إذا بدي أكد على الكمية أو أكد على نهائيا ما عندي هذا الشيء ممكن أضيف لها أداة تانية. هوني ممكن أستعمل nada. nada معناها لا شيء على الإطلاق، معناها no tengo nada لا أملك على الإطلاق de sueño نعس، لا أملك على الإطلاق نعس، أنا مش نعسان على الإطلاق. ولاحظوا شغلة إنه إذا كان عندي سوينيو اللي هو اسم لازم أستعمل نادا ذي، نادا ذي لازم أحط الذي عندي موجودة قبل الاسم. لكن في حالة لو كان عندي صفة نو ستوي نادا كانسادا أنا مش تعبانة على الإطلاق، لاحظوا استعملت نادا ما حطت وراها الذي لأنه هي نفي نيجاتيفو. بحالة الشخص إذا اتفق معي يو تامبوكو، تامبوكو هو اتفق معي، لكن الجملة الأصلية لها نفي ما استعملت تامبين استعملت تامبوكو. إذا كان مش متفق معي بالرأي بخالفني بالرأي بقول يو سي أنا أنا تعبان أنا نعسان يو سي، أو ممكن أقول نو بويس يو سي. طب هلأ تمرين 5 ما رح أعطيكم نفس التمرين، لكن
من رقم واحد رح أقرأ جملة، من رقم اثنين جملة، من رقم ثلاث جملة، ومن رقم أربعة جملة. رح أقرأها بسرعة وحاولوا إنكم أنتوا تحذروا أي جملة أنا قرأتها. رقم واحد: La chica no está muy nerviosa. 2. La señora tiene mucha hambre. 3. La chica no tiene mucha sed. 4. La señora no está muy preocupada. نيجي على صفحة 117-117. El cuerpo humano. Cuerpo, جسد, humano, الإنسان. جسد الإنسان. Ayuda a esta niña a escribir los nombres de las partes del cuerpo. ساعد هذه الطفلة في كتابة أسماء أجزاء الجسد. لاحظوا عنده هنا رسمين على اللوح إنسان، حاطين بعض الأسهم اللي بتدل عليها، مثلا فم هي بوكا، رقبة كويو، كتف أمبرو، يد مانو، إصبع ديدو، ساق بيرنا. خلينا نشوف على اليمين باقي الكلمات. بوكا إذا فم، كويو رقبة، أمبرو كتف، مانو يد، ديدو إصبع، بيرنا ساق، كابيثا رأس، ستوماغو معدة، براثو ذراع، أوخو عين، و بيه قدم. لاحظوا بيه هي نصف كلمة بيرنا، بيرنا ساق، فنصها بيه اللي هي قدم. طبعا كل الكلمات بتنتهي بالآ مثل بوكا مؤنثة بنحكي لا بوكا. الكلمات تنتهي بالأو هي مذكرة بنحكي إل كويو، إل أمبرو، ما عدا كلمة مانو. مانو من الحالات الاستثنائية بتنتهي بالأو لكن هي مؤنثة، بنقول لا مانو. بعدين بنكمل إل ديدو، لا بيرنا، لا كابيثا، إل استوماغو، إل براثو، إل أوخو، و بيه طبعا مش مبين عليه، نحن بنقول إل بيه. طب رح أعطيكم تمرين هلا، مثل التمرين موجود عنا برقم 8. الرجل عم بيقول للولد، بيقول له توكاتي إل براسو. توكا فعل توكار زي تاتش بالإنجليزي، توكاتي هو فعل منعكس يعني إلمس حالك، إلمس جزء منك، هون رح يكون مش رح يكون يلمس حاله كله، فبقول له توكاتي إل براسو يعني إلمس ذراعك. رح أقولكم أنا جمال وحاولوا إنكم أنتوا تلعبوا معي عن طريق الفيديو وتلمسوا أي جزء أنا قاعدة عم بقولكم إياه في الجملة. طبعا قبل ما تبدوا بهذه اللعبة بنصحكم إنكم تاخذوا 3 دقايق وتحاولوا تحفظوا أجزاء الجسد اللي مرت معنا، مشان لما أنا أقول الجملة بسرعة تجاوبوا معها. خلينا نبدأ. توكاتي الاستومago، توكاتي البيه، توكاتي الأمبرو، توكاتي لامانو، توكاتي الكويو، توكاتي لابيرنا، توكاتي لابوكا، توكاتي الأوخو. هيك بكفينا. شكرا كتير لكم على اللعبة. قبل ما أشوف كيف بستعمل فعل دولر، خليني أعمل مراجعة سريعة فعل جوستار. جوستار قلنا هو فإما بيستعملوا جوستا أو جوستان بالمرحلة المبتدئة. جوستا بيجي وراء فاعل، الفاعل قلنا بيجي وراء ما بيجي قبل، بيجي وراء فاعل منفرد، وجوستار بيجي وراء فاعل جمع. طبعا إجباري لازم يجي عندي ضمير مفعول به قبلها حسب أنا شو بدي أعبر. مي جوستا الليبرو، يعجبني الكتاب. مي جوستان لاس نوبيلاس، تعجبني الروايات. ليش رجعت معكم على السريع فعل جوستار؟ لأنه فعل دولير هو واحد من سلسلة من الأفعال باللغة الإسبانية اللي بنية الجملة فيها تطابق بنية الجملة مع فعل جوستار وإنكانتار، ورح نيجي كمان على أفعال تانية. طبعا هاي الأفعال اللي نفس البنية، نفس بنية جوستار، أفعال محدودة ممكن نحفظها مع الوقت. خلينا نشوف فعل دولير. بدي أشطب عندي هون. دولير هو من الأفعال يلي حرف الأو بصير عندي أو إيه،
فبصير عندي دويلي و دويلين. طبعا مثل جوستا بيجي وراه مفرد مدويلي ال ديانتي. Me duele el diente. سني بيوجعني. لاحظوا استعملت مفرد وراها. الجمع me duelen los ojos. بيوجعوني عيوني. لاحظوا ما بقول ما بستعمل أداة الملكية. بستعمل آلة التعريف. الإسبان ما دام قال me duele فاستعمال me بدل على إنه أنا. أنا اللي بيوجعني سني. Me duelen los ojos, أنا يلي بوجعون عيوني. لما بقول te duelen los ojos, أنت يلي بوجعك عيونك. بس هوني ما بستعمل أبدا أداة الملكية, بستعمل آلة التعريف. إذا me duele el diente, سني بوجعني. Nos duelen los ojos, عيوننا بوجعونا. Te duelen los ojos, عيونك بوجعوك. إذا هي نفس طريقة فعل جوستار. وإذا بدي أزيد الكمية لما كنت أقول me gusta mucho el libro نفس الشيء me duele mucho el diente. خلينا نشوف صفحة 118 فيختين لجراماتيكا. أول شيء para expresar dolor y enfermedad. طبعا هون خلاصة كيف أعبر باللغة الإسبانية عن الألم. دولور معناها ألم. الدولور الفعل هو دولر والاسم هو دولور, يعني ما بدنا نخربط بيناتهم. اي انفيرميداد والمرض. لا انفيرميداد لأنها تنتهي بالداد, إذا هي مؤنثة. لاحظوا عندي الحالة الأولى دويلي ودويلن. مي دويلي تي دويلي لي دويلي نوس دويلي أوس دويلي ليس دويلي. ونفس الشيء مع دويلن. الدويلي بيجي وراها مفرد لا كبيثة الرأس الاستومago المعدة لا سبالدا الظهر. دويلن لاس مويلاس الطواحين. لوس اويدوس اويدوس السمع اذن. يعني لما بقول الدني بوجعوني بقول لوس اويدوس. طبعا هن ما بيحكوا عن الاذن الخارجية, الاذن الخارجية ما بتوجع. اللي بوجع بالعادة بيكون السمع من جوا, فهن بيقولوا لوس اويدوس. ما بيستعملوا كلمة لا اوريخا, اوريخا هي الاذن الخارجية. لوس اوخوس العيون. ايضا من طريق الطريقة الثانية اللي احنا اخذناها فعل ستار مع صفة. لما بقول ستوي انفيرمو استاس ريس فريادو. ستار ريس فريادو يعني مرشح مع زكام. ايضا الطريقة الثالثة اللي احنا اخذناها لما بستعمل فعل تنير وراء اسم. تينجو فيبري. فيبري يعني عندي حرارة, حرارتي مرتفعة. تينجو توس اللي انا معي سعال. تينجو غريبي عندي انفلونزا او غريبي مقربة. ممكن اقول ايضا تينجو دولور دي كابيسا. يعني بدل ما استعمل هذه الصيغة ممكن استعمل الصيغة هذه الموجودة عندي في النهاية انه عندي الم في الرأس. تينجو دولور دي كابيسا اللي هي ترجمة حرفية لعندي الم في الرأس. خليني أعلمكم صيغة بستعملوها الإسباني كتير وراح تسمعوها كتير باللغة الإسبانية. كيف بزيد كمية الظرف أو بزيد كمية الصفة؟ لما بقول habla mucho يتكلم كثيرا. الإسبان ممكن ياخدوا mucho ياخذوا الاو يعملوا لها ازاحه يحطوا اي سي وينزلوا الاو موتش لغايه الموتش الاو بيعملوا لها ازاحه لنهايه وبيحطوا اي سيم موتشيسيمو اللي هي هاي زياده للكميه. يعني هذه اقصى شيء لما بقول ابلا موتشو يتكلم كثيرا. ابلا موتشيسيمو كثير 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 بيتكلم. هذه الصيغة راح تشوفوها سواء مع adverbios ظروف زي ما هي هذه الحالة او ممكن يعملوها ايضا مع الصفات. فبدي اذا شفتوها انكم انتم على طول تعرفوا شو معناها. خلينا نشوف ب pronunciation صفحة 119 صفحة 119 راح اقرأ لكم الجمل الموجودة عندي برقم 10 واعطيكم المعاني.
¿Qué te pasa? مالك؟ ماذا يحدث لك؟ No te encuentras bien. هلا فعل encontrar هو بالاو بصير عندي التصريف او اي. encontrar لحاله اذا ما كان منعكس معناها يجد, to find, verb to find. لكن اذا اصبح منعكس معناه انه انت كيف ملاقي حالك, شو شايف حالك, يعني نفس السؤال تقريبا, انه ¿Qué te pasa؟ نفس المعنى. No te encuentras bien, مش شايف حالك كويس. Me duele muchísimo la cabeza, كتير بيوجعني راسي. لاحظوا انا قبل شوي قلت لكم انه ممكن اقول me duele la cabeza, ممكن اقول me duele mucho la cabeza, ممكن اقول me duele muchísimo la cabeza اذا كنت عم بحكي انه كتير بيوجعني راسي. ¿Quieres una aspirina? ¿Quieres من فعل querer؟ فعل querer حرف ال A بصير عندي E A وتصاريفه كالتالي. إذا كيرس أون أسبرينا بينتهي بالـ AS معناها أنت. تو كيرس. هل تريد أسبرينا؟ إس كي نو تومو نونكا. إس كي إذا شفتها في بداية الجملة هي صيغة عامية, يعني هي مش صيغة مثقفة عند الإسبان, ما بنلاقيها بالنصوص المثقفة, بنلاقيها بالحياة العامية لما بيتكلموا الإسبان, والنصوص الموجودة عندنا هون عم بتحاول قدر الإمكان تعلمنا الصيغة المتداولة بحياتنا اليومية. اسكي لو شلتها ما إلها معنى, هي هني كلمتين بحطوهم الإسبان ليبدو جملة وراها, فهي ما إلها أي معنى. No tomo nunca, لا أتناول نهائيا, وأخذنا استعمالات nunca قبل هيك. لا أتناول نهائيا يعني ما بتناول نهائيا أسبرينا. ¿Y por qué no vas al médico? لماذا لا تذهب إلى الطبيب؟ Sí, sí, sigo así. نعم, إذا تابعت هكذا, يعني إذا ضليت بهذا الحال راح أروح على الطبيب. لاحظوا عندي الفرق بين سي الأولى وسي الثانية. سي الأولى كان عليها أثنتو وهي بمعنى نعم باللغة الإسبانية, والسي الثانية بدون أثنتو معناها إذا. سيجو من فعل سيجير وتصريفه كالتالي, نحن أخذناه في المستوى الأول تصريفه كالتالي. أسي هكذا أيضا من الكلمات اللي أخذناها في المستوى الأول. خلينا نشوف بعض الأساليب أو العلاجات اللي بيستعملوها الإسبان كعلاج في حالات المرض أو التعب. خلينا نشوف تومارسي هي نفسها تومار, يتناول, يعني الإسبان بعض الأفعال ممكن يستعملوها بحالة عادية أو بحالة منعكسة وبتعطي نفس المعنى, ومن ضمنها فعل تومارسي وفعل كوميرسي يأكل, كومير كوميرسي. تومارسي يتناول أون أسبرينا, un vaso de leche con cognac, كأس حليب مع كونياك. كونياك هو واحد من المشروبات الكحولية, إذا أضيفت على الأكل بتعطي حرارة للجسم. un calmante مهدئ, una manzanilla بابونج, algo caliente شيء ما سخن, يتناول شيء ما سخن, una pastilla حبة دواء, dar un masaje يعطي أو يعمل مساج. لاحظوا بيستعملوها مع فعل دار, فعل دار بمعنى يعطي. descansar يرتاح, مثلا متذكرين قبل شوي قلنا كانسادو معناها تعبان, فإذا أضفنا لها دس في البداية بتعطي عكس المعنى, descansar كانسار descansar يتعب أو يرتاح. hacer gimnasia يلعب رياضة. ننتقل لصفحة 120 في ختين لجراماتيكا أمع النظر بالقواعد ofrecimientos y sugerencias عروض واقتراحات. ofrecimientos ممكن استعمل معها فعل querer وفعل يريد. quieres una aspirina, هل تريد أسبرينا؟ quieres un vaso de leche con cognac, هل تريد كأس حليب مع الكونياك. te doy un masaje, أعمل لك مساج. لاحظوا التي مثل كي تي باسا, تي هو ضمير مفعول به, طبعا الإسبان بيصيروا في كل مرحلة يعطوك إشي جديد مشان يصير عندك الفضول يسأل حالك إيش هو هذا, لأنه بالمستوى الثالث نحن رح ناخذ ضمائر مفعول به كاملة. فأعطيك مساج, تي ضمير مفعول به. أثبتار أو ريتشثار, أثبتار مشان أنا أقبل, أقول سي جراثياس نعم شكرا, بالي بالي يعني أوكي. ريتشثار يرفض, نو اسكي نو تومو نونكا, ما بتناول نهائيا. اسكي نو مي جوستا الكونياك,
ما بيعجبني الكونياك، ما بحبه. هلا كيف اعمل سوخرينثياس؟ سوخرينثياس عادة بنعملهم في حال اذا كان الجواب على السؤال نعم او لا. Por qué no te tomas una aspirina؟ ليش ما تتناول حبة اسبرين؟ Por qué no te tomas un vaso de leche con cognac؟ ليش ما تشرب كاس حليب مع كونياك؟ Por qué no te vas a la cama؟ ليش ما تروح للفراش؟ ليش ما تروح تنام يعني؟ إذا بدي أقبل ممكن أقول سي سي سيغو أسي غراسياس، إذا بضل هيك شكرا. ريتشاثار أرفض. Es que no quiero tomar nada. No quiero، لو شلنا اسكي مع بتصير عندي no quiero. Quiero أريد، no quiero لا أريد. Tomar nada أن أتناول أي شيء. ومثل ما قلت في قاعدة سابقة، إذا إجا عندي فعلين رئيسيات في اللغة الإسبانية الأول بتصرف والثاني بيضلوا infinitivo. مشان هيك quiero صرفته والثاني تركته زي ما هو infinitivo. No quiero tomar nada، لا أريد أن أتناول أي شيء. Es que no quiero irme a la cama، لا أريد الذهاب إلى السرير. إيرمي هو فعل إير سي، إيرمي إير سي، لكن نحن منصرف الضمير المنعكس حتى لو كان الفعل بحالة الانفينيتيفو. ذهاب يعني إير سي بمعنى هلأ يروح، يعني هلأ أنا ما بدي هلأ أروح على السرير. إير معناها يذهب، بس إير سي يذهب هلأ حاليا. فهذا هو الفرق ما بين إير وإير سي. اخر شيء بضل عندي ريكوردا تذكر فيها خلاصة المادة اللي احنا درسناها بهذا الدرس، رجاء انكم انتم تراجعوها، واذا في عندكم اي سؤال توجهوا لي اياه. شكرا كثير لكم، شكرا للمشاهدة، وبلقاكم بدرس لاحق.